الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصيني والشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وزيرة الصحة تعلن تطبيق خطة للتأمين الطبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52. وزير النقل يتفقد أعمال التوسعة والصيانة بالطريق الدائري. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصيني والشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. جاء ذلك خلال كلمة وجهها الرئيس السيسي اليوم للشعب الصيني. وقال الرئيس السيسي إن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب بين البلدين. وأضاف الرئيس السيسي أن جائحة كورونا أثبتت أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام في مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي. هذا وأشاد الرئيس السيسي بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا، مؤكدا سيادته أن مصر كانت من أول الدول العربية والإفريقية والشرق أوسطية التي اعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تطبيق خطة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في الفترة من 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو الجاري. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة للدولة. وأشارت الوزيرة إلى توفير 6 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض. تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلومتر. وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وتنفيذ كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري، حيث تم نهو الأعمال بالكامل بالمطالع والمنازل. ووجه وزير النقل بسرعة البدء في إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 18 من مبادرة كلنا واحد. المزيد في سياق هذا التقرير. بعد تجهيزات وتنسيق بين وزارة الداخلية وكبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية، الوزارة تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير احتياجاتهم من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40% في كافة السلاسل التجارية المشاركة فيها. المرحلة الجديدة من المبادرة هي 18، فعاليتها بدأت في 28 من شهر يونيو، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بثورة 30 من يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. يشارك فيها كبار الموردين و755 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، موضحة جميعا على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ليتسنى للمواطنين سهولة الوصول إليها للاستفادة من التخفيضات المعلنة. مجرد ان وزارة الداخلية اطلقت المبادرة ولتوفير السلع، سرعنا ان احنا نكون متواجدين وحريصين على تقديم خصومات هائلة تصل الى 40% على المنتجات الغذائية. انا شايف ان الاسعار في المبادرة كويسة ومناسبة غير الاسعار اللي هي بره المبادرة بالنسبة للسلع الغذائية اللي احنا بنحتاجها. حاجة جميلة جدا ان احنا نحتفل ب 30 يونيو
بالاسعار والتخفيضات الجميله ديت. اصل الحكايه شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهايه. في سياق متصل شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في مبادرة كلنا واحد من خلال إيفاد قوافل لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا لمشاركة المواطنين الاحتفال بثورة 30 يونيو، وبهدف تخفيف الأعباء عنهم. المبادرة جميلة وربنا يخليهم مش أول مرة ييجوا. النهاردة المبادرة جات لنا وفرقت علينا حاجات كتير، والحمد لله والبركة في الريس ويخليه لينا ويسترها عليه يا رب. تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات وزارة الداخلية لإطلاق المبادرة بصورة تلبي احتياجات المواطنين باعتبارها أحد المرتكزات الثابتة في استراتيجية وزارة الداخلية في جانبها الاجتماعي والإنساني، وبما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم والمساندة للأسر المصرية في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.